أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في نشرة إخبارية جديدة من بوابة الرافد. أنا معكم محمد مراد، ونستهل نشرتنا بأهم الأخبار المحلية والدولية. وافق صندوق النقد الدولي على القرض شهادة ثقة في الاقتصاد المصري. قالت رانيا يعقوب خبيرة أسواق المال إن موافقة صندوق النقد الدولي أمس الجمعة على منح مصر 3 مليارات دولار يعد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري من جانب أحد أهم المؤسسات الدولية. وأضاف يعقوب إن الاقتصاد المصري قادر على التعافي من الأزمات الراهنة، ويعد أحد أهم الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الماضية، لأنه استطاع جذب المستثمرين والصناديق العربية، مؤكدا إن من يستثمر الآن في مصر يعتبر يشتري المستقبل وليس الحاضر فقط. افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم مركز التصنيع الرقمي بمصنع المحركات بالهيئة العربية للتصنيع، واستمع لشرح حول معدات المصنع وما يتم إنتاجه في مجال تنقية طلمبات المياه ومحطات المياه والمحركات وقطع الطائرات. وتفقد رئيس الوزراء مركز التصنيع الرقمي مصنع المحركات بالهيئة العربية للتصنيع. وشاهد رئيس الوزراء فيلما تسجيليا عن مراحل إنشاء مركز التصنيع الرقمي. وأكد الدكتور مصوت بولي رئيس مجلس الوزراء في تصريحات صحفية عقب افتتاح مركز التصنيع الرقمي إن المركز يهدف لتعميق التصنيع المحلي وتخفيف الاستيراد بالعملات الأجنبية، ويحتوي على أحدث الماكينات ومنها مضخات وطلمبات مياه التي تستخدم في مشروع الصرف الصحي. كما تستعد وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لإطلاق برنامج التحفيز فاتورتك حمايتك، ويعد البرنامج الأول من نوعه الذي يجعل من المواطن شريكا أساسيا لإنجاح المنظومة الإلكترونية للضرائب. وقد قطعنا شوطا كبيرا كان له الانعكاس الأكبر على الإيرادات الضريبية المتحققة على رغم الظروف الاقتصادية العالمية. وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية إن البرنامج يهدف إلى خلق ثقافة ضريبية جديدة تحس وتحفز المواطنين من خلالها على طلب الإيصال أو الفاتورة من التاجر والمحلات، وذلك في إطار خطة الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع خطوات الدولة في التحول الرقمي والشمول المالي وانتقال إلى المنظومات الإلكترونية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني. وإلى أخبار الفن، تصدر الفنان مصطفى شعبان ترندات محركات البحث العالمي جوجل بعد انطلاق تصوير مسلسله الجديد ضوء المجال المقرر عرضه في رمضان القادم. ويصور النجم مصطفى شعبان مسلسله الجديد ضوء المجال في أحد مستشفيات العجوزة ليخرج أيام عدة من الديكور الأساسي بالحطابة بحي القلعة. يذكر أن مسلسل بابا المجال بطولة مصطفى شعبان وباسم سمرة وياسمين رئيس وجمانة. وننتقل إلى أخبار الرياضة، حيث رفض الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان نجم منتخب فرنسا السابق حضور مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الأرجنتيني في اللقاء الذي يجمع بينهما غدا الأحد في نهائي كأس العالم. وإلى هنا قد نصل إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وإلى اللقاء في نشرة جديدة إن شاء الله.